نناشد الحكومة المحلية والمركزية ونناشد مسؤولين بغداد اللي قاعدين على الكراسي. هذا الشيء مقصرين به بالأساس. يعني المواطن شنو ذنبه؟ يعني علاجات ماكو، إداريات ماكو، الناس قاعدة تموت بالشوارع، أكسجينات ماكو. الأكسجين يعني احسبي بهاي السكون صبانة يحلونه، بكرة ماكو، مصاعد عاطلة، مستشفيات وسخة، تعقيم ماكو، فكلها مقصرة من أصغر مضمد إلى أكبر واحد بالبرلمان، كلها مقصرة. شنو سبب ارتفاع وارد كورونا داخل مدينة المنوفية؟ الاختلاط وقلة العلاجات. نعم، علاجات قلة ماكو، إداريات ماكو، اللي عنده إمكانية يجيب علاجه من الخارج، واللي ما عنده إمكانية يموت على الرصيف. والله الأسعار يعني اللي عنده لا شيء، بس اللي ما عنده والله يعني أنا وأنت نتأسف عليه. والله عدم الوقاية، ماكو التزام، ماكو يعني ما ملتزمين بها. ماكو التزام، ماكو التزام. كمامات القعده بالبيت، يعني الشغلات هذه، التباعد، يعني هسه مجتمعنا كله اختلاطي. سبب الارتفاعات مال العلاجات ماكو قليله، ها، وماكو متابعه، فبسبب هاي الامور ارتفاع هاي الامور ما جاعت تنقضي عليها هذا الوباء. ايه، فهذا الامور هاي ما. والله اول شيء بالنسبه اول شيء استخدام الكمام والكفوف، هذا تلبس الكمامه حمايه لنفسك وما تاذي الباقين وتحافظ على نفسك وعلى والبقاء بدارك افضل من ما تظل تجول.